السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. في هذه الحصه غادي نشوفوا طريقه ديال الكابيش اللي ديجا فصلناه. خليكم معايا شوفوا المراحل الخياطه ديالو. اول حاجه كنديروا كنلصقوا الكتاف، كنخيطوا الكتاف بهذا الشكل هذا. الكتف الآخر من بعد كنلصق الكتف. نعم، غناخدو الميليو ديال المنتصف ديال المونش، دورة التركيز كنديروها في المنتصف بهذا الشكل هذا. باش مكيجيناش لومبي لاصقو الجهة الأخرى بهذا الشكل هذا. سميت الوضع كتبدل لكم مزيان. من بعد كنلصقو الأكمام، كنلصقو الأكمام من بعد كنخيطو هاد لي بونت لي ديجا فصلناهم. غنديرو الوجه مع الوجه، غادي نلاصقو، غنخيطو غير لي كوتي بهذا الشكل هدا.
بعد نخيطه الكوتي الثاني. نخيطو لابونت ديال الظهر نفس الشيء، ونديرو نفس الخدمة يعني. غادي نقلبوهم باش نلصقوهم في الكابيش. كما كتشوفوا دابا، كما كتشوفوا غادي نقلبوهم جوج. تخرجوا هاد القناة في حال الشكل. هاد الشكل هذا. من بعد كنجيبو من الأمام والخلف بهذا الشكل هذا، نطويو 1 سنتيم من الجنب نورمالمون، غير باش تكون عندنا الخياطة تما، ولا تخليو هاد الجنب هكا. من بعد غادي طويوه بهذا الشكل هكا، انا غادي نخلي سنتيم ديال لوغلي. كما كتشوفوا هنايا غادي نديرو الخياطة الثانية باش نشد هو اللي هو السيربيكاج، باش نشدو يجينا فين باش نشدو الخياطة.
من بعد نفوس، نخلي الإبرة جو، وغادي ندور بحال الشكل هذا باش ندير له ندير بحال الشكل هذا. غادي ندير نفس الطريقة اللي درتها وغادي نرجع ندور الأمام وندير نفس الطريقة اللي درت في الخلف. باش كتشدو الخياطة من بعد كنخيطو بهاد الطريقة هادي كذلك نفس الطريقة. ونرجع نفس الشكل هادي كما كتشوفوا. دابا غادي نخيطو كما كتشوفوا، يعني تجيب كيجي وحده بيته وحده. من بعد غادي نخيطو لي كوت، كنشوفو الوجه ديال التشوف. نديرو هاد الشكل هذا، الوجه هو الداخل وغادي نخيط. سمحوا لي على الضجيج، نتمنى يكون كي تمش بزاف. الشكل هذا لكن نفس الطريقة قلبوا الكوت في هذا الشكل هذا.
كود كتيره وكديرو هاد الطريقه هادي، يعني القطر جاي صغير على الدور د لامونش. كنديرو الخياطه مع الخياطه وكتبقاو تجبدو نتوما، ماشي انت تخيطو نتوما كتيريو، يعني كتيريو القط ماشي الدوره ديال لامونش. من بعد كنديرو الخياطه مع الخياطه، كنبداو كنخيطو حنا كنمشي حنا كنتيريو التوب. كتخلي هادا اللي كتحس به من الفوقاني، من القط هو اللي كتجبدو بهذا الشكل هدا. ملي كتكونو دايرين نفس التوب ديال يعني ديال كابيش، مكتجبدش بحال الشكل ديال الكود كيتيرا، يعني كتلعبي مع كتمشي معاها كيما بغيتي كيما كتشوفو. بهذا الشكل كيتحصلوا على لامونش بهذا الشكل هذا، يعني الكوط كيجي مفيني. دابا غادي نديرو الشورجي من الداخل باش يجينا مفيني، يعني كيجي هذا كيجي بهذا الشكل هذا، شويه كيجي بومبي، يعني كيجي زوين في اللبسه. غنمشيو نخيطو لامونش الثانيه، نتمنى يكون واضح. يعني هاد لامونش كتكون مقلوبه، يعني الوجه لداخل. غنديرو نفس العمليه، يعني نفس الخدمه اللي درنا في هاديك غنديروها في هاد. انا هاد الكابيش ما غاديش ندير فيه، ما درتناش فيه ديجا في الصنا، ما درناش القب، درت انا الكوت في العنق حتى هو يجيني الكول داير. كاين اللي كيبغي شي قب، انا درتو بلا قب. بالنسبه اللي كتكون شويه غليظه بلا ما نحتاجو نديرو الجياب، لان الجياب كيزيدو شويه في خصوصا الجياب ديال الجناب. بالنسبه لهذا الموديل يعني الوحده تكون شويه ما تكونش ضعيفه بزاف كما كتشوفوا. كنبقاو نجبدو نخلي التوب هذا الشكل. كما كتشوفوا غادي ندوزو السورجي، نديرو السورجي كذلك لامونش لي قصق لي درناها ندير لها السورجي، نشوفو الشكل النهائي. غادي نخيطو بالنسبة للعنق، غادي ندير ان هاد القطع انا كتيرة باش نجمع بها الطوق ديال التريكو. غادي نديرو كذلك الوجه مع الوجه، كنخيطو هاد الشكل هذا. Thank you.
كنكرني دائما بالشكل هذا وكنقلب الوجه. هذا الشكل هذا ندير الوجه مع الوجه. وغادي نخيطو، نديرو الخياطة كذلك مع الخياطة وغادي نخيط. نخيطه بالطريقة هذه كما كتشوفوا. بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي نخيطو السرجي، نديرو السرجي كما درنا في ليموش درناه في العنق. نديرو السرجي نقلبو باش نشوفو الشكل النهائي. غنديرو شركيكاج باش كيجينا الطقم فيني. كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. ليموش لي بوند اللي درنا لتحت هما هادو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكابوش. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. نشوفوا موديل اخر، فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.